أترككم مع الأوبريت الأول من كلمات الشاعر الدكتور حمود بن محمد الثبيتي وأداء المنشد صافي هلال الثبيتي. عداد براق سرى بين السحايب والغيوم والما تحدر من مناشيها وصدق خيالها سلام من فيض الخواطر والتحايا للعموم تنصل حضور من القبائل والوفا فنجالها من فتر راسي ما تخالطها الوسوم اخترت من بين البيوت اسمانها وجزالها اضفي على اهل الدار وتحب النواظر والخشوم وانا عتي بكل ديرة حقها برجالها لا 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 حفلة طير الوفا في حفلة طير الزحوم دوما على مر الليالي ما تغير حالها جينا لتكميل المواجب ما تواخرنا اللزوم مهمنا بعد الديار ولا عسير جبالها الشهم الرحوم اللي تنفس من هواها واستظل ظلالها بسومنا بين القبائل دوم من خير القسوم كل القبائل دون وزعتها وقد احوالها لا 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 هل التكميل والطالات ندل الخصوم وانتم هل الردات واهل المعركة واشعالها امطير حمران النواظر حيهم لبا وقوم تاريخهم بين القبائل ما يشين افعالها حسب المذاهب والعوايد والسلوم الطيب والمعروف عنوان الرجال وفالها بين العتيب والمطير كل غانم من علوم تشهد لنا سرد الحقايق بالكتب وأقوالها لا 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 لا
لحكام الجزيرة وبرك الأيام يوم يوم العتيب والمطير جندها وابطالها أنتم وحنا في تواحدنا قويين العزوم والمملكة تبقى على مر الدهر لجيالها الليلة هالليلة بحر جدة تحاكيها النجوم والموج هادي والبواخر مرسية بحمالها والريح في جدة هدت ولا يخالطها سموم في حفلة مناور تزين الدار للرجالها لا 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 عرسك يا الشلاحي يا عسى الفرحة تدوم وفي هيد نهديها التهاني والسعد مرسالها وختامها صلوا على أحمد صفوة العالم عموم صلاة